مي المشكل اللي نقدر نقول لك هذا في وقت الذاكره ما بقاش داك الشيء. انضباط تقدا ديال الشيشه والقصه ديال اللي تبقى حتى ثلاثه الصباح وداك الشيء سانسيرمون ما بقاش. هذا يحسب الاطار الوطني سي بدو زكي. ففي المدربين الاخرين هذا الشيء كان. ولا قلت لك كان معاهم كلهم. المدرب اللي جاي دابا انا تذكرت معاه كان عندنا معاه اجتماع الاسبوع حتى هو من الناس اللي ضروري اللي مزير قال لي واش تعرف الريبيتاسيون ديالك؟ كنعرف الريبيتاسيون ديالك تظن غيبقات هاد لا ديسيبلين غتبقى لحقاش اتونسيون اللعاب كيف كيقولوا كاروتي باطون اي كاروت ما خصكش دير ديك لا ديسيبلين اللي غادي تخرج لك على الجروب ولا يعني خصو ينعس في الوقت خصو ياكل في الوقت خصو حتى لما يهز التليفون وهو يهضر في التليفون خصو ما يكميش هادي خصو ما يكميش هادي الانضباط صاحبي ولا يدير العمل ديالك.